احتج بائع الخضر الذين يتخذون من الفضاء الخارجي لسويقة سيل خضر فضاء لهم، احتجوا على مطاردتهم وحرمانهم من فرص عيشهم. وإذا كان على الإعلام أن يدلي بشهادة حق، فمختصرها أن والي الجهة الشرقية مطالب بالتدخل للفصل في طبيعة تفويتات لمحلات تجارية بسويقة الصيل الأخضر بطرق ليست كلها بريئة. تابعوا. حنايا يا اخويا 65 شخص، حنايا فوقنا مبلع الطريق السويقه الفوقانيه. كي اسمها السويقه؟ سويقه تحيي السي خضر. وحنايا السويقه من 2004 منين نقلوا السويقه ما استفدناش. حنايا كاملين هذو اللي هم باغينا هم باغيين حقهم ضايعين، وكاملين السويقه تحت اللي تفرقت على الترونجي تباعوا وشراوا فيها وهي البراني. حنا اللي نبلعوا عند الطريق الفوق، اللي نبيعوا في الباب نتاع السويقه، اللي نبيعوا في الباب نتاع السويقه اصحاب الكرويا هادو كاملين يدبروا عليهم يعطيوهم تحت في السويقه. راه باقي 425 بلاصه مازال ما تفكت الشمايه. 425 حنايا 65 واحد حنايا يعطيونا تمايا ما هضروا. كان مالك خويا بني واحد 10 سنين ولا 10 سنين كان مالك خويا بني واحد. حنا بكل اختصار بكل اختصار رحنا مبلعين واحد الجهه في السويقه ديالنا، ما عطاوناش الحق. حنا مبلعين واحد الجهه، راهم يقولوا لنا خويا ديك الجهه. حنايا كنقول لهم هما البلايص اللي راكم موجدينهم نستافدوا حتى حنايا واخا غير بالقليل. المهم انا باغي غير القوت، غير ما ياكل وغير ما يشرب. راه حنا خدامين حتى حنايا وراهم يتهمونا باللي حنا نبلعوا الطريق ونديروا. حنايا ما غرضناش نبلعوا الطريق، حنا الغرض نتاعنا غير نبيعوا ونشريوا، والمخير يجيب 70 ديال الدريم ديالو لحد الادنى للاجور. احنا نطلبوا غير معيشه بسيطه، ما هذا ما نطلب. السويقه اللي تفركت السويقه اللي فرقوها لا لا لا، وواحد الجهه اخرى وواحد الجهه اخرى. هاد السويقه هادي اللي تفرقت احنا بكل بساطه كنطلبوا غير واحد. خلينا نهضروا الواحد، نهضروا الله يرحمكم الوالدين. احنا باغي نطلبوا منهم غير واحد الحاجه، هاد السويقه اللي تفرقت هادي يمشيو. كاين الدوسيات وكاين النوامر والجواطه نتاع هاد الدواسه، غادي نعطيهم انا عهد على نفسي الا مشاو ولقاو الاغلبيه اللي عطاوهم البلايص لقاوهم بالسماوات ديالهم في البلايص ديالهم، انا نتحمل المسؤوليه. ويدخلوني ويتهموني لا لا رجع صاحبي ويتهموني. انا المسؤول يتهموني. خلونا صاحبي يتهموني انا. يا الا لقاو هذوك الناس اللي عطاوهم البلايص باقيين في بلايصهم ما تكلاو ما تباعوا، انا نتحمل المسؤوليه. وكنجيب لهم الدليل لا، وكنجيب لهم القوانين. راه ما كلشي كيعرفوا الخضاره ديالنا، حنا كاع هاد الجهه هذيك معروف. معني قول الكلمه المستفيدين اللي فرقوا السويقه، اللي فرقوا السويقه المستفيدين. هذا عندك 4 نتاع الاشخاص اللي فرقوا السويقه، نقول لك السماوات ديالهم ولا بدون السماوات ديالهم. عندك 4 نتاع الاشخاص، واحد يقولوا لهم سودي وبوزيان والوالي ويحيى الوراغي. هادو 4 فرقوا، وهادو 4 هادو 4 البلايص. هادو أربعة نتاع الناس اللي هاد البلايص اللي استفدوا بهم، ماشي المحليين نتاع الخضرة اللي استفدوا بهم، هما الطاكسيات اللي في الاسبان، اللي كوافير، اللي نجار، واللي ولاد السويقة دوريجين فركتوه ودوا له كروا صيفطوه للحبس، ما عطاوه والو. كلام يا خو هذا هو اللي نقولوه. نطلبوا المساعدة، هذا ما نطلبوا غير المساعدة باش ناكلوا خبيز طرف تاع الخبز، هذا ما طالبينه. حنا راه حنا مبلعين ديك الجهة حقا، ولكن ما عندناش فين نمشيو. حنا خدارة كنا بالعربات المجرورة، جروا علينا من دينا الشيء كنتفركت، مين كنا مفركتين دركا مين جروا علينا من واحد أخرى. جينا غير الجهة نتاعنا السويقة نتاعنا، فين كبرنا وفين تعلمنا التجارة نتاع الخضرة. رحنا طالبين حنايا غير واحد البلايص، ماشي حنا ماشي بزاف. حنا عندنا 50 يلا 50 واحد. والدولة من طلبت لنا قالت لنا خرجوا من المدينة، تعفنا الدولة خرجنا من المدينة. فين ولينا قدام ديورنا بغاو ينوضونا. علاش هاد الحق هذا؟ وحنا واش ناكلوا من ينوضونا؟ راه كاين اللي بزو والله ما عاد اللي حط الماء، الماء يحطه بزو ما لقى ما ياكل، بزو ما لقى ما ياكل. شوف انا سمعت باللي كاين اللي عنده جوج حوانت وثلاثه وربعه. كاين اللي عنده ثلاثه نتاع البلايص وكاريهم بلغ
350 درهم مكري البلايص 350 درهم في الاسبوع سيمان 350 درهم في الاسبوع ثلاثه نتاع البلايص شحال يدخلوا له هو عنده تاكسي هو سائق سياره اجره هذا اللي تفرق البلايص من عنده البوتيكات انا يا كان عاد كانش خدام قبل ما كانش حنا كاملين نشدوا نشدوا انا نبحث عليه ونجبد له الجذور تاعو فين كان انا نعرفوه العادل انا نعرفوه انت شوت بلي هاد السيد عنده ثلاثه نتاع البلايص وكاريهم بلا 350 درهم في الاسبوع وهو سائق سياره اجره ما كانش شي مهنه حنا حنا ما نعرفوش شي مهنه اخرى حنا كبرنا في التجاره راه لاحقك اصاحبي انا نطلبوا بهم نطلبوا بهم نطلبوا منهم يعطيونا واحد البلايص باش نشربوا ما عندناش ما عندناش حتى شي مدخول اخر ولا عندنا شي حاجه اخرى نطلبوا المعيشه هذا نطلبوا واحد الشام معز مكرم نطلبوا المسؤولين بهذا الشيء ولا دبرونا باي وقت اقرب وقت احنا طالبين المساعده ما طالبين حتى شي حاجه اخرى الحق ديالنا احنا حتى انا مواطنين مواطنين مغاربه وحنا قاري راه النيفو سيزياماني اللي كيهضر النيفو سيزياماني وخدار في 3 شهور نتاع الصيف كنمشي نخدم الخضره وعندي خداره قدامي يشهدوا بهذا الشيء اغلبيه هنايا مصغرهم وهما اللي عنده لي جوطو هنايا كاين اللي عنده هذا راه قال لي واحد عندي انا جوطو تاع شي عام 2003 انا عندي الجوطو في 2003 2003 740 عندي الجوطو ما بغاش يعطوني 2003 كان هذا السويقه هنا وما بغاش وهم السويقه القديمه ومين مشيت لقيت واحد اخر حاط فيها وما بغاش ينوض لي من البلاصه قال لي واش راه فلوس هذيك السويقه ولينا حنا اللجنه انتم سبق اتصلتوا باللجنه اللجنه منها اتصلوا بها اللجنه صفتوا لهاد الناس للحبس كاين اللي جاب 6 شهور لحقاش علاش فيها الوجوه مخير باغي غير الفلوس عطيني نعطيك عطيني الفلوس نعطيك بلاصه في الحلم واخا انت ما تعرفش واش انت كينو ديال المطيش ما تعرفش واش داروا له باختصار هاد المسؤولين هادو داروا له شهود في دار خاصه بهم سريه بيناتهم والسويقه هذيك السويقه داروا لها خريطه فلان ها فين يجي فلان ها فين يجي فلان ها فين يجي وهاد المساكين زادوهم محوطهم بهم واللي ما عندهمش اللي ما عطاهمش كانوا في رزقهم صفتهم للحبس سمعتني صفتهم للحبس قابل ها هو درسوا بالحبس انا عاوتاني قلت لهم عطيوني بلاصتي صيفطوني بعام تاع الحبس دايرين اللي باللي مشيت سرقت واحد هذا نقسم لك بالله الا كبر في السويقه والله الا كبر في السويقه مولا 5 سنين هو مشروق في السويقه وحياتي تما يوم ما عطينيش حتى شبر من قالوا لي راح دير لاكارت قلت لهم انا ما عنديش لاكارت داروا لي واحد باللي غادي نسرقوا وجبت عام نتاع الحبس صيفطوني به ومين وليت خرجت لهم عطيوني البلاصه قالوا لي راه عند القايد لا راه عند الوالي ايوا هذه علاش هذاك بوزيان ضرب عام السويقه هذاك بوزيان هذاك بوزيان هو ذاك فيهم الترافيك واش انت يا واحد الانسان مستوى والو لا شيء بحالو بحال الشمكار رد تمو يمول الشعب هو الشمكار يمول الشعب سيدنا ما قالش هكا سيدنا قال البطاله يعيشوا ويبيعوا ويشريوا ونبيعوا ونشريوا البطاله ما بغاوش يخليونا غير في الفوضى تما ولا يعطيونا البلايص يعطيونا غير شبر شبر كاع قالوا راهم داروا انا راني يعطيونا غير جوج متر مربع لواحد جوج متر مربع لواحد كتكفي يبغوا يحاربوا الفوضى عندنا حنايا انا 60 واحد ولا شحال غادي تعطينا حنايا 120 متر مربع راها كاينه تما وكاينه 120 اخرى متر مربع وتقد ونتناو مع هاد المشكل تاع الفوضى على الاقل في هاد الناحيه نتاعنا من هنايا وشكرا ونطلبوا المساعده والله يرحم لكم الوالدين عاش الملك اقرب وقت وصلوا هاد الرساله
Thank you.